درعا عايمه 17/12/2012 اثار الحمله البربريه التي قامت فيها عصابات الاسد قامت باقتحام البلده وقامت بحرق المنازل وتفجير البنايات العاليه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. انظروا يا عرب انظروا يا مسلمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. مهما حرقت يا بشار مهما خربت يا بشار راح تسقط راح تسقط يا بشار الاسد راح تسقط يا بشار الاسد. راح تسقط يا بشار الاسد. الله اكبر الله اكبر. حرق وتخريب تدمير واعدامات ميدانيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر.